رجعنا لحضراتكم مشاهدينا عشان نستعرض فقرة أسرار المطبخ في طعم البيوت، والشيف هدى بتعمل لنا النهاردة كوسة بالبشاميل وعاملة لحمة مفرومة كمان، يعني واضح انها هتبقى كوسة باللحمة المفرومة بالبشاميل. وبعدين عندنا يعني الخضروات والفواكه وحاجات جميلة قوي موجودة في الاستوديو. هدى قوليلي، ده البشاميل؟ ده البشاميل. عملتيه ازاي عشان يبقى سايب كده؟ عملت بحط 3 معالق زيت ومعلقتين سمنه، 4 معالق دقيق، ومجرد ما الدقيق يدخل في السوا معانا نبتدي ننزل باللبن وملح وفلفل ابيض. ده بالنسبه للبشاميل. واللحمه عصقتها عادي. تمام. ودلوقتي هنحمر الكوسه. بعد كده هعمل لها حاجه كده مختلفه بدبس الرمان والثوم، صوص كده وطماطم. طب انت ممكن وانت بتشتغلي تشرحي لي هتعملي ايه؟ يعني بتعملي لها خلطه بدبس الرمان والثوم؟ تمام. هجيب معلقه زبده ومعلقه زيت، وهنزل بفصين ثوم مهروس. تمام. ومجرد ما تدبل كده انزل عليها بمعلقتين دبس رمان. بعد كده نص كوبايه ميه مغليه، وتكون الكوسه اتحمرت. ابتدي بقى انزلها في الخليط دوت واسيبها 10 دقائق لحد ما تشرب منه. بعد كده اطلعها بقى ادخلها الطاجن. هو الكوسه انت بتحمريها في الزيت قبل ما تدخليها الطاجن؟ يعني عاده بتبقى نيف نيف. حس يعني اكون حابه اضيف طعم جديد كده فيها. كده هيبقى ليها طعم الشوي مختلف. وفي نفس بالزبط. الوقت بالظبط. وكمان التطعيمه اللي بنعملها في الخلطه دي بتديها طعم مختلف شويه عن الكوسه بالبشاميل اللي احنا متعودين عليها. طيب قولي لي، انت البشاميل ده هتستخدميه بس في الكوسه ولا هتعملي منه الوايت صوص؟ الاثنين. يعني هي نفس طريقه البشاميل، مش بتختلف؟ لا لا، هي طريقه واحده. طيب وبعدين ممكن بقى نزود هنا كريمه طهي لو حد حابب على الوايت صوص، عادي مش موجود، عادي بنشتغل زي ما احنا كده. انت قلبتيه في الزبده والسمنه لغايه ما داب كده، وبعدين بداتي تحطي له اللبن؟ مجرد ما بيعمل فقاقيع ويبقى ابيض كده خلاص ببتدي ان هو استوى، دخل في استوى، انزل بقى باللبن واظبط التوابل. طيب ايه تاني هتعمليه لنا؟ هعمل سلطه فواكه بصوص البرتقال وسلطه بدبس الرمان. سلطه فواكه عاديه، هتقطعي الفواكه وهتحطي عليها عصير برتقال، وفي صوص تاني برتقال بنعمله برده، وعملته بنحط كوبايه سكر، ده للي حابب السكر، وعصير البرتقال ونشا لحد ما يربط، ده بقى صوص. يا اما ممكن نعمله بالنشا عادي ونبتدي بقى نظبطه بالعسل لو حد مش حابب يستخدم سكر. ده حسب بقى على حسب كل واحد واستخدامه للسكر. طيب التوابل الكتير اللي انت حطاها دي استخدمتيها في البشاميل؟ لا، انا البشاميل اللي بستخدم فلفل ابيض بس وثوم بودر وبصل بودر. باقي هنا بهارات بقى المشكله والفلفل الاسود، ده لتعصيج اللحمه، ده الدبس الرمان، وده زيت الزيتون عشان السلطه، وده الثوم. طيب جميل. هايل. كنت عايزه اسالك تاني على البشاميل، انت قلتي 3 معالق دقيق، 4 معالق دقيق عشان يبقى وسط، اللي هو مش عايزينه يبقى تقيل قوي ولا وسط. طيب وقد ايه لبن؟ اللبن بناخد 5 كوبايات للمعيار دوت، 4 معالق دقيق و3 معالق زيت ومعلقتين سمنه، 5 كوبايات لبن. انت كنتي بتستخدمي سمنه ايه؟ سمنه فلاحي بلدي؟ لا، سمنه عاديه نباتي. عادي. اصل الريحه في الاستوديو كانت محسسانا ان احنا عشان في البلد يعني تقيله. طيب قولي لي، اللحمه انا عارفه بنعصجها، في ناس بتحب تحط البصل الاول وفي ناس بتحط اللحمه الاول وبعدين تزود لها البصل. انا بختلف عن الاثنين. بتعملي ايه بقى؟ بحط البصل، بحط نص كميه البصل الاول تدبل وانزل باللحمه. مجرد ما اللحمه تغير لون تبتدي تتفاعل مع الحراره، لو لون اتغير انزل بباقي البصل. فبحس ان دي بتدي طعم احلى. ايوه، بس بتبقى مختلفه. وتقلبي كله واقلب بقى لحد ما تحطي فلفل اسود او فلفل اخضر، فلفل اسود، بهارات مشكله لكن الملح بيتحط في الاخر. الملح في الاخر. تمام. طيب تمام، حلو قوي. طيب احنا كمان عندنا صفحة على الفيسبوك باسم طعم البيوت، لو حضراتكم تحبوا انكم تتابعوا تاني فقرة المطبخ عشان تشوفوا التفاصيل وتشوفوا المقادير، ياريت تشاركونا على الفيسبوك عشان تتابعوا اكتر المطبخ. طيب هدى، في ايه تاني هنتكلم عنه قبل ما نطلع ونرجع لك تاني؟ هي كده في السلطة بدبس الرمان، تبقى عبارة عن بصل وطماطم ونعناع مجفف وزيت زيتون ودبس رمان بس، وملح وفلفل اسود، حاجات خفيف. بسيطه.
طيب جميل. وسلطه الفواكه بقى، لا سلطه الفواكه بقى هنشوفها لما تيجي نذيق. خلاص احنا دلوقتي هنخرج مع حضراتكم نشوف تقرير عن اليوم العربي للبيئه اقامته جامعه عين شمس، نشوف التقرير ونرجع نقابل حضراتكم في الصالون ونتكلم عن موضوع فقرتنا الرئيسي. كل الكلام اللي بنفتكره وبنحب نقوله دايما نقول لها تسلم ايديك يا ماما، تسلم ايديك. اي حد بيتعب في حاجه النهارده بنقول له هدى تسلم ايديكي، والوقت اكيد يعني طلع لنا طاجنين او طبقين حلوين قوي، كوسه بشاميل ومكرونه بشاميل، وطبعا يعني اكيد الحلو هيبقى برده معانا باذن الله. ولكن انا شايفه النهارده يعني اتقان كده وحاجه جميله تتعمل كده في الفتره اللي احنا سريعا يعني، بس نحضر بشاميل قبلها بيوم عشان لما تيجي اي مننا راجع البيت يا ريت يعملها بسرعه، مش كده يا هدى؟ قولي لي بقى الحلو النهارده عندنا ايه؟ سلطه فواكه بصوص البرتقال. طب ده بقى يتعمل ازاي؟ هقطع الفواكه، والصوص اصلا بيتعمل كوبايه سكر. أيوه. على النار. بنحط عليها معلقتين ميه وعصره ليمونه كده بسيطه، زي شربات شكلا كده بالظبط. مجرد ما بيبتدي يسيح ويتكرمل كده ننزل بعصير البرتقال. مجرد ما يغلي نبتدي نحط معلقتين نشا في حبه عصير برتقال، يمسك شويه. يبتدي بقى يبقى تقيل شويه. بس انزل بالمعلقتين النشا في عصير البرتقال ادوبه بس لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. خفيف ولا تقيل؟ لا بيبقى خفيف خالص. وبعدين بس كده بقى صوص البرتقال جاهز. بس بيبرد بقى الفاكهه بتاعتنا. اقطع الفاكهه واحط الصوص وزينها بقى زي افضل فاكهه عشان تعيش مع الصوص البرتقال. بالنسبه لي التفاح والرمان والكيوي والموز. ده بيبقى حلو كده. ما بتسكريش الفاكهه اصلا؟ لا خالص. لا في ناس بتسكر بتحط، بصي تعالي كده عشان نبص على مره. انا قاعده مستمتعه بالوصف بتاع سلطه الفواكه. في ناس يا مروه بيحطوا بيعملوا الفاكهه ويرموا عليها سكر وليمون ويسيبوها تهدى شويه تنزل الجوس بتاعها بعد كده يحطوا اللي هي بتقول عليه. أيوه. عشان كده بقول لها. وفي ناس ما بتحبش السكر عشان تبقى صحيه. لسه كنت هقول لك صحيه. وفي كمان ممكن نستبدل اصلا في الصوص البرتقال نفس السكر بعسل ابيض، ممكن نحليه بعسل ابيض. بيبقى افضل يعني. وفي ممكن الجوس جاهز اللي هو الجاهز يعني. بس حلو. هي المكرونه ده برامل مكرونه الوايت صوص شبه البشاميل، سبق شبه المكرونه بشاميل بس ده يعني ماي شويه بالظبط كده. وبتحطي فيه جبنه برضو؟ حطيت موزاريلا. حطيتي موزاريلا. الصوص بتاعها بيبقى لوس اكتر ما بيبقاش. ايوه. مش ماسكه يعني. عارفه المكرونه بشاميل زمان كانت بتبقى خرطه كده. أيوة. طالعه مربعه كده. لكن دلوقتي بقيتي بتغرفيها بتلاقي الحاجه طبعا بترقص في الطبق. على فكره طبعا يعني اكيد لما هيتحط في الفرن وتاخد وقت اطول كمان يا جماعه هيدي اللون الوردي اللي احنا بنحبه دايما لما عشان نفسنا تتفتح، بس عشان الوقت كان عندنا ضيق شويه. فاحنا ان شاء الله الالوان دي لما تتحط الفرن هتبقى حاجه ثانيه خالص. وطبعا بنشكر حضراتكم لتواصلكم معانا من خلال فقره جميله بتاعت طعم البيوت. بشكر هدى طبعا بقول لها تسلم ايديكي. احنا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده بسرعه بسرعه. استنونا بكره وفريق عمل جديد معاكم كل يوم دايما زينه وطعم البيت.